جمال إلا في أنه عمل العملية دي وجابهم ويا بعض، ما قالش الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. وبعدين يقول إيه والذين يؤمنون بما أنزل إليكم، ويجيب لهم برضو الخبر بتاعه. ليه لحم الخبرين ويا بعضهم؟ علشان نعرف أنه ما فيش فيه بقى بعد الإسلام إيمانان، بل هو إيمان واحد يترتب عليه جزاء واحد، وسيلته هدى وغايته فلاح. لو نظرنا الى التكليفات اللي هي الدلالة الموصلة الى المطلوب اللي احنا بنسميها الهدى ده، تجد ان الله رفع المهتدي على الهدى. يعني الهدى مش جاي يستذلك، الهدى جاي يرفعك، لان في ظاهر الامر ان الهدى يقيد حركتك. فقال لا، انت على الهدى، وعلى تفيد ايه؟ الاستعلاء، زي ما تقول انت على الجواد، انت على الدابة، انت على السطح. يبقى علا تفيد ايه؟ على تفيد العلو. فكأن المهتدي حين يلزم نفسه بالدلالة على الغاية الموصلة للمطلوب لا يستذل للهدى، ولكنه يرتفع على الهدى، والهدى يصبح تحت إمرته في أن يوجهه إلى الخير. لكن الضلال يعمل إيه؟ الضلال يغلفك فيه، يحبسك فيه. ولذلك شوف المقابلة، وإنا أو إياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. في العلو في الهدى يفتنك، يقول لك المنهج وان قيد حركتك فانما جاء لاعزازك ولعلوك وسمو مقامك، ان تاخذ من بشر تشريعا او تاخذ من ذاتك حكما، ولكنه يرتفع بك الى ان تتلقى عن الله. ادي على أولئك على هدى. ولكن في الضلال قال إيه؟ فيه، وفيه ليه؟ تدل على الظرفية المحيطة. شوف الشيء في الشيء، الشيء في الشيء، يعني أن الشيء إيه؟ مظروف. دي اللي ربنا قال عليها في آية أخرى أحاطت به خطيئته، أحاطت به، لا يستطيع أن يتململ منها لأنه مظروف في الضلالة. وما دام مظروف في الضلالة فلا يمكن أن يأتي له منفذ ينفذ به عن الضلالة. الضلالة حكمته، وما دامت حكمته هذا الحكم وغلفته ذلك التغليف فلا يمكن أن يصل إلى هدى مطلقة.